السلام عليكم، يا هلا بالشباب، يعطيكم العافية. معكم بشاكر. اليوم عندنا لكم مقطع جيم بلاي للعبة ديفيجن 2 اللي هو طبعا من برايفت بيتا، فأتمنى يعجبكم المقطع. يلا نبلش. يا أخي أسوي شخصية على السريع. Incoming alert on the SHD emergency channel. Flash priority. والله الجرافيك base of operations is under attack. Hostile forces have breached our southern perimeter. We are in need of immediate assistance. Repeat, need immediate assistance from any nearby agents. Base of operation. Oh, base of operation, White House, شباب. لا تعال روح. ها في نفس القاعدة نفس الجزء الأول. لا لا دارك زون، حن نخش نجلد. نجلد لهم جلد جلد فيهم. نجلدهم؟ أيوه. نجلد بالدولدين. ما فيها جلد نجلد أمهم. ما عندك أي مشكلة. كفو كفو. شوف هنا هذا شنو البيس؟ كبر الشنطة كبر الشنطة من ذحين. كبر الشنطة. ابشر ابشر. والله الخريطة وايد احلى من الاول بعد. والله تعبانين مسوين شيء على الاقل. زين فاريشن. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا هلا بالحبيب. هلا والله. ايه هلا هلا. كابتن بروتو موجود بس تحت الارض. اطلع يا بروتو. ايوه تدري لحن نوب يبي لي شويه درب. المفروض اني حاط الكلمات لارج ان مو قاعد اشوف عدل. تصدق هلا بس مكتوب ذا ثيتر هولك. ايه صح تشيك بروجرس. ايه هذا تحت ايش مكتوب؟ منبطلين نكس ابجريد اللوكس لين الخالق. ايه نكست ابجريد اللوكس. ايوه لناية لناية الخالق. لناية الخالق. ها شنو هذا؟ مين هذا؟ لناية هذا ايش؟ يدورون هذا محل عندنا. هذا محل عندنا حق حق حلاق وسبار وسبار سمعنا. هذا اخضر والله بس اللي جاي. هذا اي ليفل عندك سلاح؟ ليفل ابو كل ما ادري 3 ليفل 3. زين 3 زين. انت وصلت ليفل 3؟ لا ليفل 2 والله تصدق مو ليفل. اوكي ايش يقول لي 3 برا فوق اليسار السلاح ليفل 2 اخضر بس يقول لي ايش شوف السلاح عندك مكتوب عليه. يلا كمل. اي في صندوق كبير هنا. شكله سلاح. اوه شكله سلاح. ايوه اي اي كي ام اي كي ام طلع لي. طلع لي هذا السلاح تشوف كنا نفسه اللي طلع. انا شو اسمه من الثاني. طلع لي راندوم هي. انا طلع لي هذا البلاك بلاك ماركت. وش الجديد هذا؟ انتم يبغى احد يطخني. الشاشة كانت تهتز. انا طالع لي اي كي اي كي ام. اي لا راندوم على السلاح تطلع. اقعد كذا ايش رايك يا احمد؟ فرحان. ميليتيري بيفور بيفور 16. بيفور صدق نفس الأسلحة اللي في الجزء الأول. ندخل الغرف هذه ولا ما نقدر؟ ما في فكرة. تجي شيء. فنقط له هذا. بس عليه مش طايح. يبغانا نكسر الأرمر حقه في السماء.
بدأ يجي دمج. ايه لا مرة كثر. رجع جبر بلي اسبايد يا حبيبي. هذا قاعد هيل. عندك هيل عبد الله ولا؟ حلو. مات مات البوس. حلو. مات مات. انا حسبت لو يموت البوس ده راح اسوي له سبوت. طلع لا. حلو مات. لسه باقي. لسه. اوه شفت سايبر. من اللي ممكن مع دروني في رشاش؟ درون رشاش ما والله. قاعد ايش خلفيه شوفه. اي هذا الى البنت يا اخبر هذا اللي بعدي. اوه شت باقي واحد هنا سلاح. ايه واحد بس فوق. قاعد يحاول اذبحه بالميلي. اخذت اللوت ابو شاكر. اخذت اللوت اللي طلع من البوس. ايه اخذته على طول بنص الفايت ترى ما مات. في اشياء طلعت. لحظه مين تكلم مين ذي؟ وين هي؟ اه هني. وينها؟ كاهي ذا فوق. اه هذه بنتها شكلها. هاي تشبهها. هاي بنتها. ايه هذا الايجنت اللي يقول لك انه مسوي نفسه رامبو في السيتي. ايوه وش يا ويلي. شخصية احمد شكلها صغيرة. ايش هي؟ شخصيتك شكلها صغيرة. لا لحية. ارمر صح؟ لا لا لحية لا شيء. بنت ما اخذت؟ لا لا بنت اصلا. بنت بنت انا. اوكي فيميل صح؟ فيميل. شلون ادري انه بنت؟ شكلي حسبت ولد مراهق. انا والله ولد صغير. مراهق مراهق مراهق. هاي تموت ذي. اوه يا عيال رشاش. تبقى لي احد؟ لا ما شكله ما كان يجمع اصابه. الحين بنروح الدارك زون بيونا 16 واحد. عادي معنا احمد صدق 16 ولا 20 ما في. يا واد معك احمد الحين 30 مره تموت. ما تعدي. ما تعدي الباب حق التشيك بوينت. لا هين 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 علمهم. يعطيكم العافية يا شباب. وهذا اللي كان عندنا اليوم بالمقطع. سموح إذا كان في أي مشاكل بالصوت أو الوضوح لأن المقطع سحبت من برودكاست وكان النت عندنا شوي تعبان فحاشت بعض المشاكل. بس أتمنى أن يكون عجبكم ونشوفكم مقاطع ثانية ولا تنسون الشير واللايك. يعطيكم العافية. مع السلامة.